ماشي خويا صعود الجمله اللهم لك الحمد خدمه فيه مزيانه اثمنه البصله في المتناول البصله عليها اقبال الاثمنه كتراوح ما بين درهم ونص ما بين 30 ريال حتى 50 ريال في المليح 56 في المليح فهمتي المليح 56 برا راه غتاخذوا ب 7 درهم 6 درهم فهمتيني مع الترونسبور ميزان خدام كذا والمصاريف ديال كاين اقبال الحمد لله في جميع انواع الخضر كاين اقبال كاين اقبال وكاين شويه الحمد لله السوم مقارنه بداك العام كان شويه غلا على هذا العام الحمد لله كل اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والبصله الثمن مزيان ومناسب وكل شيء غيعيد وكل شيء غادي ياكل البصله رخيصه الحولين اللي غالي عليهم هم البصله 10 درهم 30 ريال كل شيء غادي مزيان المهم البصله مساكه راه ياكل اكثر من داكشي اللي غادي يصوروا البصله 30 ريال اللي دايره 40 هذا هو الثمن ديالها صافي الثمن مناسب بنادم راه ياكل البصله دابا والزبيب الحمل اللي طالع اليوم غالي ب 6000 ريال الحولين اللي مصيبه ما البصله موجوده والخير موجود كلشي غادي مزيان الحمد لله شويه الله يجعل البركه شويه الله يجعل البركه وصافي هادشي اللي عطى الله هو هذا الوقت غالي برا الخدامه غالي كلشي غالي الكرا غلا هو هادشي اللي كاين 40 36 38 حتى ل 50 ريال حبات ملاحات هو هادشي اللي عطى الله دابا البصله خضاري الموسم ديالها فانواع كاين البيضاء كاين الحمضاء واثمنه في المتناول كنتمناو غير من الجهات المعنيه يدخلوا يديروا واحد مراقبه الاسعار وفهمتيني ويبقاش ديك الاحتكار ديال الاسواق ديال السلع كاينه دابا غتجي البصله الصيفيه والبصله الكارمه غيكون عاوتاني فيها احتكار عاوتاني كيجيو صحاب الصندوق يعني بزاف المشاكل هذا هو اللي كيخلي السلعه والصومه ديال البصله تطلع. البصله رخيصه صاحبي راه كاينه 34 36 40 والجوده كاينه حاجه مليحه هذه خضاريه هي اللي كاينه دابا صافي الحولي اللي صاحبي ندير مورا كان البصله ها جدد ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.